السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم على خير وبخير. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده وسهله التحضير. ان شاء الله غادي نحضر معكم فطيره البطاطا اللي كندخلوا فيها واحد شويه ديال الخضر باش حتى الوليدات ديالنا كياكلوا الخضر على هذه الطريقه هذه، وكتجي غزاله في المذاق وما كيكون عندهم حتى شي مشكل على انهم ياكلوها. غادي تبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير مع ذكر المقادير او المكونات في دقه واحده باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هنا في المقادير كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا ضروري تكون عندنا مقطعه واحد 4 ولا 5 ديال الحباز البطاطا على هذا الشكل. غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، تكون عندكم مقطعه واحد حبه مطيشه كبيره، والفلفل يعني بالالوان الى عندكم كاملين، والفرماج اللي كنقطعوه اي نوع الفرماج عندكم حتى هو نضيفوه، والخماره ديال الحلوه غادي نحتاجوا جوج خمارات 18 غرام. صافي غادي نبداو. 4 ديال البيضات غادي نطربوهم بالطراب اليدوي هكذا واحد دقيقه ديال المكانه، ماشي بزاف، بحال الشكل اللي غادي نحضروا واحد الكيك. صافي غادي نخدموها هكذا. هي طريقه صراحه راه ما كتاخذش الوقت بزاف. ملي كنقطعوا الخضره وداك الشيء كنخليوه الفران يسخن، وحنا كنخليوه يسخن وحنا كنوجدوا فيها. صافي ديك 4 د البيضات غادي نزيد عليهم الخضر اللي هما البطاطا اللي قطعناها هكذا. واحد القليل من الابزار، واي منسمات عندكم اللي كتعجبكم تقدروا تضيفوها لهاد الفطيره هذه ديال البطاطا. راه اي منسمات عملتوها لك كتجي غزاله. انا سبق لي ضفت لها العطريه ديال الشاورما اولا ديال الدجاج، كتعطيها مذاق هائل.
الفروماج المحكوك من الفوق كتجي غزاله ومحمره منظر وحتى في المذاق. صافي هكذا هو الشكل عندنا النهائي بطبيعه الحال قبل ما غادي ندخلوها للفران، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديال المولدي اللي ضفتها حتى هي هذه ديال يعيقوه بلا حتى شي حاجه، كتقول لهم غير واحد الفطيره واحد الكغاطان وكياكلوها. ان شاء الله كنتمنى انها جربوا هذه الوصفه، هذه راها سهله ديال التحضير وحتى التقديم حتى هو. وها هي راه ما كتلصق ما والو كيف ما كتشوفوا معايا ملي كندهنوا ديك المول بالزبده. انا هنايا زينتها غير بالمعدنوس كان عندي هو اللي متواجد في الدار، واحسن حاجه لهاد يعني لهاد الاطباق هكذا كتجيهم حاجه خضراء هكا احسن، يعني بحال المعدنوس ولا الخس اذا كان عندكم حتى الخس بالالوان ولا خس غير عادي. هذا اللي باش زينت انا، فالتزيين كيف ما كنقول لكم دائما كيبقى اختياري على حسب اللي عندكم اللي متواجد في البيت ديالكم. المهم هو ان الطريقه تجربوها وتعجبكم، وحتى في المذاق انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. صافي تفعيل الجرس هو اهم حاجه. وصافي كان هذا هو الفيديو اللي شاركت معكم، نتمنى من الله نكون كنت خفيفه.